34 عاما من النضال المتواصل للمرأة الإصلاحية، وبات حضورها بارزا في مختلف المحافظات. ففي محافظة المهرة أقصى شرقي البلاد لها إسهامات كبيرة، وباتت تشكل رقما صعبا في المجتمع المهري والحياة السياسية بالمحافظة. ونحن نعيش أجواء الثورة والاحتفال بذكرها، فلا زال الانقلاب الحوثي يسعى في طمس أهداف الثورة وإعادة الإمام لتكريس السلالة والجهل والتخلف وزرع الطبقية في مجتمعنا غير مكترث بالألام المواطنين ومعاناتهم. أخواتي الأكارم، لقد لعبت المرأة الإصلاحية في دور نضاليا في مقاومة ذلك الانقلاب، فهي أم شهيد أو بنت شهيد أو شهيدة أمام ذلك الصلب الكهنوتي. فهذا الاحتفال الذي شهد زخما جماهيريا للمرأة الإصلاحية بالتزامن مع ذكرى تأسيس الحزب وأعياد الثورة اليمنية يعكس مدى ألقها في الميدان كشريك فاعل إلى جانب الرجل الإصلاحي في تبني هموم المواطن. احتفالية تحمل في طياتها الكثير من الرسائل لبقية المكونات، ولعل أبرزها أن المهرة ستظل البيئة الخصبة للعمل السياسي المتنوع ومدافعة عن مكتسبات ثورة سبتمبر وأكتوبر. ويدعو لإصلاح الشباب والشابات لإعداد أنفسهم ليكونوا نخبة قائدة للأمة، وأن يشحذوا هممهم ويدركوا أهمية المهمات التي على عاتقهم، ليكونوا أهلا لشرف قيادة الأمة وصناعة التاريخ. فها نحن اليوم نرى شباب وشابات الإصلاح المشاركين في العمل الإنساني والاجتماعي الهادف إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة التي تأثرت بالأوضاع المتردية نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي وإدخال اليمن في النفق المظلم. فدور المرأة الإصلاحية لم يتوقف على الجانب السياسي فحسب، بل كان لها بصمات في صناعة الوعي لدى المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على إرثه الثقافي إلى جانب مناصرتها الدائمة للقضية الفلسطينية. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.